السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نحن في الوحدة الثامنة، الدرس 45 من كتاب العربية بين يديك، الكتاب الأول. سنتحدث الآن عن التراكيب النحوية. التدريب الأول حول الساعة، كم ساعة تعمل في اليوم؟ Now, when someone asks you كم ساعة تعمل في اليوم, how you will answer that? So this is the question. هذا هو السؤال. كم ساعة تعمل في اليوم؟ And as I said, the rule is when you start from 3 to 10, this is I write some of them here, and I'd like you to continue. So when you start from ثلاث, so you say if start أعمل, and ثلاثة ساعات في اليوم. So for these two words, يعني هذه الكلمة وهذه الكلمة, both of them has a grammatical name. ثلاث, we call it العدد. We call it العدد. And ساعات, we call it المعدود. What do you call it? المعدود. إذن عدد معدود. عدد معدود. عدد معدود. معدود. الآن من ثلاثة إلى عشرة. من ثلاثة إلى عشرة. العدد والمعدود. If we are talking about مؤنث, if we are talking about مؤنث, we use the مذكر عدد. So we used 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like this. If we talk about مذكر, we use the مؤنث number. So I say 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here in our lesson, when you talk about ساعات, so, ساعة المعدود مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. So you use the مذكر. So you say ثلاث ساعات, أربع ساعات, خمسة ساعات, ستة ساعات, سبعة ساعات, ثمانية ساعات, تسعة ساعات, عشرة ساعات. So we'll go from here. So I can go also سبعة and goes to عشرة. Now when we talk about مذكر in the other question, so we كم طفلا لك. Now here, طفل, مذكر ومؤنث. مذكر. So I say, لي ثلاثة أطفال. أطفال. So العدد المعدود, the rule the same. As a rule. So, المعدود must be جمع ساعات مجرور. أطفال مجرور and مجرور النكرة and نكرة. Okay? So, three conditions. So, the first thing جمع ساعات أطفال مجرور ساعات أطفال
نكرة. ساعات. There's no al and أطفال no al. So this is the general rule for المعدود. The second rule is that if we talk about مؤنث, we use مذكر عدد. إذا كان المعدود مؤنث نستعمل العدد المذكر. إذا كان المعدود مذكر نستعمل العدد المؤنث. This is the rule from 3 to 10. من 3 إلى 10. So I say here 3 ت. I can say 7 ت. 7 ت sorry. And 10. Should we go through this in detail before sending? Okay. Remind you. Remind for me. So, أعمل 3 ساعات في اليوم. أعمل 7 ساعات في اليوم. أعمل 10 ساعات في اليوم. لي 3 أطفال. لي 7 أطفال. لي 10 أطفال. Okay. Now, I'd like to check that you understand this. Okay. If you work 4 hours, what do you say? أربع ساعات. The full sentence. أعمل 4 ساعات في اليوم. 5. أعمل 5 ساعات. ساعات في اليوم. 6. أعمل 6 ساعات في اليوم. Well done. 7. أعمل 7 ساعات في اليوم. 8. ثمانية ساعات في اليوم. Not ساعات. ساعات. ساعات في اليوم. Because ساعة مفرد. ساعات. ساعة. 9. أعمل 9 ساعات في اليوم. Again. أعمل 9 ساعات في اليوم. ساعات. أعمل 9 ساعات. ساعات. نعم. Remember brothers. All the time when there is ألف, you have to give it 2 seconds. And this is a rule التجويد. نعم. مد الألف. They call it مد الأصلي. Two counts. حركتين. حركتين. نعم. ساعات. ساعة. Not سا. ساعات. Not 1.5. ساعات. Because ساعة 1. ساعات جمع. Here. لي 3 أطفال. 4. You didn't do 10. Doesn't matter. لي 4 أطفال. 5. لي 5 أطفال. 5. خمسة أطفال. لي 6 أطفال. نعم. لي عشرة أطفال. Skipped everything. Nine. لي تسعة أطفال. واضح يا إخوان؟ نعم. So just to summarize it again, المعدود إذا كان المعدود مؤنث العدد مذكر 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. إذا كان المعدود مذكر العدد مؤنث 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. الآن التمرين هذا تدريب 1 يقول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. الطالب الأول كم ساعة تعمل في اليوم؟ الطالب الثاني أعمل 8 ساعات في اليوم. Now the picture shows you how many hours. تفضل. Who wants job one? كم ساعة تعمل في اليوم يا دروس؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. Okay.
He'd like to see the example, doesn't he? Yeah, ask now. Okay. كم ساعة تعمل في اليوم؟ يا ياسر. كم ساعة؟ You ask. ما سألت؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات. Number one. أعمل 3 ساعات في اليوم. Well done. اسأل أبو مريم. كم ساعة تعمل في اليوم يا أبا مريم؟ أعمل 4 ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم يا دروس؟ أعمل 5 ساعات في اليوم. كم ساعة؟ كم ساعة تعمل في اليوم يا ياسر؟ أعمل 6 ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 7 ساعات في اليوم. تقريبا 8 ساعات في اليوم. تسعة عشر. كم ساعة تعمل في اليوم يا دروس؟ أعمل 8 ساعات. ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 9 ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 10 ساعات في اليوم. ما شاء الله. يعني التدريب الثاني what we explained here. So how to use the مذكر العدد مع المذكر. كم طفلا لك؟ لي 5 أطفال. I'll start. That looks like United Colors of Energy. يلا. يلا أبو مريم. كم طفلا لك؟ لي 3 أطفال. نعم. اسأل. كم طفلا لك يا دروس؟ لي 4 أطفال. كم طفلا لك؟ لي 6 أطفال. كم طفل لك؟ لي أطفال كثيرة. لي 7 أطفال. نعم. كم طفل لك يا دروس؟ لي 8 أطفال. كم طفل لك؟ لي 9 أطفال. ما شاء الله ما شاء الله. Okay. Now we'll go to التدريب 3. كم طفلا لكم؟ الآن this is what I explained at the beginning of the lesson. ماذا تعمل؟ And we said after تعمل the noun must be منصوب. 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 يلا I'll start مع ياسر. ماذا تعمل؟ أعمل ممرضا. نعم. اسأل دروس. ماذا تعمل يا دروس؟ أعمل صيدلياً. 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 أعمل صيدلياً. أعمل صيدلياً. نعم. ماذا تفعل؟ ماذا تعمل؟ تعمل. أعمل تجار. نعم. ماذا تعمل يا ياسر؟ أعمل مدرساً. ماذا تعمل؟ أعمل مهندسا. ماذا تفعل؟ تعمل. أعمل مؤلما. نعم. So remember brothers, تفعل when you talk about what are you doing, you know now. So تعمل about work. Okay. So we understand now the rule. So after أعمل we use الاسم يجب أن يكون منصوب. الاسم يجب أن يكون منصوب. Remember this. منصوب. الآن when you talk about the place أعمل في
الشركة or المستشفى or الجامعة. When, as I said, when both of you know the place. So المثال أين تعمل؟ أعمل في الشركة. يلا دروس. أين تعمل؟ أعمل في المستشفى. نعم. أين تعمل؟ يا أعمل في الجامعة. أعمل في الجامعة. نعم. أين تعمل؟ أعمل في المكتبة. أعمل في المكتبة. نعم. دروس again. أين تعمل؟ أعمل في كلية الطيران. أين تعمل؟ أعمل كلية في. أعمل في كلية الهندسة. الهندسة. أعمل في كلية الهندسة. أين تعمل؟ أعمل في كلية الصيدلية. كلية الصيدلة. صيدلة. So, as you can see here, if the place known, you use it with al. You don't need مضافة مضافة لي. But if you'd like to specify, to describe, use مضاف مضافة لي. So, المستشفى, الجامعة, المكتبة, والنون, place. But كلية, there is many كلية. So you have to specify, describe. So you have to say كلية الطيران, كلية الهندسة, كلية الصيدلة. Again, you can say مدرسة الحكمة, مدرسة النور, مدرسة التربية, and so on. التدريب 5. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. And this is, as I said, when you talk about family, you use لك and لي. هل لك أطفال؟ نعم لي أطفال. هل لك أولاد يا أبا مريم؟ نعم لي أولاد. نعم. هل لك أخ يا دروس؟ نعم لي أخ. هل لك أخت يا ياسر؟ نعم لي أختان. أختن. أختن أخوان. نعم. طيب. اسأل أبو مريم. هل لك عمة؟ نعم لي عمة. هل لك ابنة؟ نعم ابنة. نعم. لي. نعم لي ابنة. Because he doesn't have, he cannot say it. طيب هل لك ابن؟ نعم لي ابن. نعم. الآن you remember we learned this when we spoke about الأسرة. Can you remember it? نعم. ابن, ابنة, والد, والدة, عم, عمة, خال, خالة, جد, جدة. Yeah. So one of the questions you cannot ask, like, you cannot say, هل لك أب؟ Yeah. هل لك أم؟ Okay. هل لك جد؟ هل لك جدة؟ Because these things, the answer is yes. You cannot, because everyone has أب and أم. But أولاد, أخ, أخت, عم, عمة, ابن, خال, خالة, صديق, صديقة. So I'd like you to, everyone ask one question, but not these words. Try to remember the words we learned before. هل لك جد؟ نعم لي جد. هل لك عمة؟ لا. هل لك خالة؟ نعم لي خالة. هل لك عم؟ نعم. هل لك عم؟ نعم لي عم. هل لك صديق؟ نعم لي صديق. هل لك كان سي وايف كان زوجته؟ زوجته؟ لا ليس زوجته.
ليس لي زوجة. اوكي. Now we'll go to the next one. تدريب ستة. رتب العبارات. So these expressions, they are not in order. Put them in order. Have a look at them. من يقرأ رقم واحد؟ أدرس الطيران في كلية الطيران، سأعمل الطيران. ما شاء الله. أدرس الطيران في كلية الطيران، سأعمل طيارا إن شاء الله. ياسر. أدرس الطب في كلية الطب، سأعمل طبيبا إن شاء الله. So أدرس الطب في كلية الطب، سأعمل طبيبا إن شاء الله. نعم. أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة، سأعمل صيدليا. نعم. أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة، سأعمل صيدليا إن شاء الله. نعم. أدرس المهندسة. الهندسة. أدرس المهندسة. أدرس الهندسة. أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا. أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا إن شاء الله. الآن ملخص التراكيب. So summary of the structures we learn. So the first one is we use aina with the verb. So aina ta'malu, aina tadrusu, aina tusalli, aina tanamu, aina taskun. So when we'd like to ask where, you are doing these things. And we can, if we'd like to know what are you doing, we use ماذا. ماذا تعمل؟ ماذا تدرس؟ ماذا تقرأ؟ ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ Now, with the question ماذا تعمل؟ You answer it by saying أعمل طبيبا ممرضا صيدليا طيارا مدرسا. And we learn that after أعمل the noun must be منصوب. يجب أن يكون الاسم منصوبا. الآن when you talk about the place, you say أعمل في. في الشركة، في المستشفى، في الجامعة، في المكتبة، في كلية الطيران. When you'd like to ask do you have about family, you say هل لك or هل لك. هل لك أطفال، هل لك أولاد، هل لك أخ، هل لك أخت، هل لك عمة. You answer if it is about children. لي. هل لك؟ You answer saying لي. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية أطفال. And again when you talk about family you say لي أطفال، لي أولاد، لي أخ، لي أخت، لي عمة. And when you talk about the hours you use العدد المذكر with ساعات. So أعمل ثمانية ساعات في اليوم، ثلاثة ساعات في اليوم، أربع ساعات في اليوم، خمسة ساعات في اليوم، ستة ساعات في اليوم. جزاكم الله خير for coming. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.